نراجعك مرة أخرى إلى موضوع التدين الداخلي الذي لا يحل مشكلا، بل أنه ربما يضعف من خلال التسبب في تضخم مالي اللي مقرون تلقائيا بارتفاع الأسعار. أنت ذكرت كونه الآلية نتاع القرض الرقاعي اللي تم فتحه اليوم، ونحب نذكر هوني هذايا راهو القسط الثاني من القرض الرقاعي اللي تم يعني خرج بأمر حكومي بتاريخ 9 جوان 2021 يعني في حكومة المشيشي. علاه جاء القرض الرقاعي هذايا؟ جاء لأنه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تعثرت وتوقفت، ولأنه الموارد بتاع الميزانية الجبائية والكل الأزمة كورونا وتعطل النشاط خلى الموارد بتاع الميزانية كيف هي بدها تشهد الانخفاض، كيف تراجع أو انكماش النمو اللي تعرفوا كونه احنا في الثلاثي الأول عملنا يعني نسبة انكماش ب إلا 1.7%، كانت في البداية كانت 3%، تولات يعني إلا 1.7%، والانكماش هذاك ماك تعرف يأثر نعم. على موارد الدولة وعلى كل المؤشرات الأخرى، وبالتالي جات الفكرة بتاع قرض رقاعي. القرض الرقاعي الداخلي لواش؟ أي قانون استقلالية البنك المركزي اللي تصدق عليه في 2016 منع البنك المركزي من التمويل المباشر لميزانية الدولة بصفر في المياه، واعطى المهمة هذه للبنوك المحلية. البنوك المحلية ولات هي اللي تمول ميزانية الدولة بنسبة فايدة متاع السوق النقدية، يعني بنسبة فايدة عالية، يعني نفقات إضافية لميزانية الدولة. كيف تقترض الدولة من عند البنوك؟ شو معناتها؟ يعني الجزء اللي كان مش يمشي لتمويل الاقتصاد وتمويل الاستثمار القطاع الخاص والقطاعات المنتجة باش يمشي ميزانية الدولة. إذا اليوم خلقنا الاقتصاد الوطني، زدنا خنقناه، كيف خلينا البنوك تمول ميزانية الدولة؟ مشمشنا وأثرينا البنوك. شكون في ظل؟ في ظل الشعب الكريم. لازمنا نعاودوا المشمشوه تو. ما كفناش احنا الفاتورات و قال شنو يا شعب؟ تو نحبكم توقفوا إلى جانب الدولة نتاعكم. ما هو عندهم مدة قالوا يقفوا التونس. يعني احنا خنقناكم ما ثماش يعني نسبة حاسيلو. توا مش الشعب. جاو القرض الرقاعي القسط الثاني. القسط الأول كان موجه إلى البنوك وصناديق المشتركة والوسطاء لدى البورصة، هما اللي شراوا رقاع الخزنة، وكانت يعني الحجم ما كانش يعني كبير برشا. إذا توا جاو القسط الثاني للشعب الكريم. يا شعب كريم رانا شنو نعملوا؟ قرض رقاعي باش تمولوا انتوما الميزانيه. مو معناش حل ربما. كي تجي للشعب نسبه الادخار 2% بعد ما كانت 24%، يعني ما عندكش ادخار. المقدره الشرائيه منهاره. النشاط الاقتصادي متعطل، ونسبه يعني العاطلين عن العمل، ثم تسريح العمل، وثم افلاس المؤسسات. اليوم كي تخرج انت على السوق التونسيه وتعمل قرض رقاعي باش الشعب الكريم يدخر ويمشي يشري السندات الدين هذايا، عنده فلوس والا لا؟ يعني ثم حاجات قاعده تصير. عندنا رجال اعمال عندهم فلوس. سيبوهم شويه رجال الاعمال، سيبوهم. راهي ماهيش حنفيه رجال الاعمال. عندنا سي جمال يعني وهو يعني من خيره رجال الاعمال، ماهوش حنفيه يعني. وراه مش رجل اعمال يا ربي، يعني صناعي. سامحني صناعي وفي وضع صعب. ليه سامح الصناعي يعني مش اعمال؟ ما يعمل زين يا عادل، ماهوش كل حك راسك رجال الاعمال. ليه ولا الصناعيين ولا يعني تحس انه حد لا يعني اليوم لا يزيد يعني كورونا ولا يزي يعني الصعوبات اللي عايشها إيش المنطقة. إيش نيل الحل؟ سمع الاقتراض الخارجي. المؤسسات في حاجة إلى وقوف الدولة إلى جانبها.